السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الطلبة، إن شاء الله نكمل معاكم الهيليكال جير دروينج. الهيليكال جير دروينج طبعا ده شكل الترس بتاعنا. بيبقى عندنا أدندوم اللي هي الدائرة الخارجية، البيتش سيركل دايمتر دائرة الكونتاكت اللي بيتقابل عليها الترسيل، البيس سيركل اللي احنا بنرسم بيها البروفايل ده، ودي أدندوم اللي هي الدائرة الداخلية. طبعا المختلف ما بين الترس السبار جير والهيليكال جير إن الترس الهيليكال جير بيبقى الترس نفسه زاويته مايله علشان خاطر يبقى مور سموث في الحركه وهو منتشر اكتر في الصناعه. طيب لو احنا بصينا كده، احنا طبعا هنرسم من الوجه هنا، فبالتالي كل الحاجات الخاصه بالوجه بتبقى بنسميها ترانسفيرس، والحاجات اللي هي العمودي على السنه بنسميها نورمال. فلو دي السنه معانا، الحاجات الموجوده على عمودي على السنه بنسميها نورمال، فده نورمال موديول، نورمال بريشر انجل، نورمال دايمتر وهكذا. والناحيه الثانيه الترانسفيرس موديول اللي هو عمودي على الوجه ده بنسميه ترانسفيرس، فعندنا ترانسفيرس بريشر انجل زي كده، عندنا ترانسفيرس موديول، وعندنا ترانسفيرس دايمتر. طبعا الاثنين بيميلوا على بعض بزاويه بنسميها الهيليكس انجل، وهي عباره عن ايه؟ جاما. طيب تعال نروح نبص هنا، ده سين الترس، ادندم بيتش بيس اند ادندم. اوكي طيب نشوف القيم هتبقى ايه. اول حاجه عندنا البيتش سيركل، البيتش سيركل هتبقى عباره ام اف ان، وهيزيد معانا على كوزاين جاما، حيث جاما دي هي ايه؟ الهيليكس انجل زي ما اتفقنا، لان احنا هنشتغل على الترانسفيرس. طيب معانا دي خلاص، جبنا الدايره ده هي البيتش سيركل دايمتر. طيب عايزين نطلع الدايره اللي بره، نروح نزود على الدايمتر ده 2 في ام في الموديول. طيب للدايره الداخليه ننقص منه 2.5 في ام. طيب دايره البيز هنجيبها ازاي؟ دايرة البيز هناخد الديامتر نفسه ونضربه في كوزين الفاي تي اللي هي ترانسفيرس. طبعا الفاي تي دي هنجيبها منين؟ الفاي تي التان بتاع الفاي تي بيساوي كوزين فاي على تان جاما، وبالتالي احنا محتاجين نجيب الفاي تي الاول وبعد كده نجيب منها ايه؟ البيز ديامتر. طبعا من دي هنقدر نقول ان الفاي تي هتساوي تان ماينس 1 كوزين فاي على جاما، وفاي وجاما الاثنين بيبقوا معطى، فاي بتبقى 20 او من 20 25، وجاما برضو من 20 ل 30، ممكن تبقى 20 ممكن تبقى 25 ممكن تبقى 30. طيب انا رسمت كده البروفايل، هيبقى عندي 180 على ان. لو انا عايز ارسم شكل السنه ده، شكل السنه زي ما احنا متعودين، هيبقى عندنا قوس هنا وهيبقى عندنا قوس هنا. اوكي طيب فهاجي في النص اعمل خط، وبعد كده ارسم المنتصف هنا، وبعدين اخد خط من المنتصف ده لحد النقطه دي، طوله هيساوي 3.14 في الدي بي برضو كله باستخدام البيتش سيركل على 4 ان. حددت النقطه دي، اقدر ارسم بقى ايه؟ الخط بتاع البيتش سيركل، حيث ان ده الار ده بيساوي ام ان على 4 وده بيساوي 1 ملي. رسمت بقى البروفايل بتاعي، عايز اعمل زاويه بقى ايه؟ الميول دي. زاويه الميول دي بتبقى عباره عن هيليكس، فاحنا هنرسم هيليكس جوه سوليد وركس. احنا عارفين ان الهيليكس ده الزاويه بتاعته جاما، هو مرسوم على دايره بيتش سيركل ديامتر، وطوله عباره عن هيليكس بيتش 3.14 في البيس سيركل اللي انا جبته ده على كوزين جاما. طيب نبدا نشتغل على سوليد وركس. زي ما اتفقنا قبل كده احنا هنشتغل كويشن، فبنعرف الايكويشن في الاول. عندنا الام اللي هو الموديول نعتبره مثلا 10، عندنا ال N اللي هي عدد الأسنان هنقول إن هي 18، عندنا كمان الفاي هنقول إن هي 20، وعندنا الجاما اللي هي الهيليكس أنجل هنقول إن هي ب 30. أوكي هما دول الأربعة اللي معانا. نبدأ على الفرونت نرسم كده. اول حاجه نرسمها البيتش سيركل دايمتر، زي ما قلنا دي هتساوي ام في ان على كوزين جاما. احنا جبنا كده البيتش سيركل دايمتر، نرسم وراه هناخد بقى ندوس هنا كده اهو، نقول له يساوي البعد ده اللي هو عباره عن الدي بي
زائد 2 في الام. الام في 2. اوكي. طيب كده الادندم، نرسم الادندم عبارة عن برضو ده ناقص 2.5 في الام، ام 2.5، يبقى دي الادندم. البيز البيز دي هتساوي الدي بي ده برضو في كوزين الفاي ترانسفيرس. فاي ترانسفيرس قلنا عبارة عن تان ماينس ون، يبقى هنا تان ماينس ون اي تان، تان على كوزين، يبقى اذا تان فاي على جاما كوزين جاما. اوكي طيب، وكده احنا نكون جبنا الاربع دوائر بتوعنا. اوكي حول دول نرسم خط في المنتصف. نرسم خط منه. الزاوية بينهم 180 على عدد الأسنان. بعدين نبدأ نرسم من نقطة قطع هنا الخط اللي احنا بنتكلم عنه. طوله بيساوي 3/14 في دي بي على 4 ام. الدي بي اللي هو 207 على 4 على ام. نبدأ نرسم بروفايل السن عندنا. دايرة البيز هي 191 دي، اجي من على دايرة البيز لحد نقطة التقاطع، اشيل الاجزاء الاضافية، ده عبارة عن ام في ان على 4. ولا ايه ممكن اتسحب كده، اروح اجمع تاني بين النقطة دي وما بين القوس، ده القوس سود كده القوس. اوكي مش هشيل الاجزاء دي، اعمل هنا الفلت الواحد ملي، اعمل ميرور، نحول ده كمان اللي تحت ده نحوله، نعمل ميرور القوس ده والخط والقوس التاني ده كمان حوالين الخط ده، يبقى ده البروفايل بتاع السنة بتاعنا. نعمل اكسترود عشان خاطر نعمل الاكسترود بوس بلايند. كده نبدأ نرسم البروفايل. هنيجي على مستوى الفرونت، نرسم، ناخد البيتش سيركل ديامتر،
ونرسم بيها الهليكس. ده شكل الهليكس اهو، هتمشي في السنة. اوكي، الهايت بيبقى 150 اللي هو العرض اللي احنا فاردينه، بس مش بيفرق يعني لو احنا طولنا شوية. اوكي طيب، دلوقتي احنا عايزين نحدد الزاوية دي. احنا قلنا ده القطر هو القيمة اللي هنتحرك عليها، ودي البيتش. طيب البيتش احنا عايزين نكتب قيمة البيتش. البيتش هتساوي الدي بيز اللي هو كان عبارة عن دي اربعة دايمنشن. فتحنا الايكويشن كده هنلاقي عندنا دي اربعة، ده اللي هو الدي بيز. ناخده كوبي كنترول سي. اوكي، نيجي من هنا كده بس كده اهو، ده عبارة عن دي بيز في 3.14 على كوزين. الجاما كده تمام، يبقى احنا كده معانا الهليكس مظبوطة. نبدأ نعمل بقى سويب كات بروفايل الأول. قبل ما نعمل سويب كات نيجي هنا ناخد البروفايل بس، نعمل سويب كات، هنلاقي ده شكل السن اهو بعد القطع. بالشكل ده نبدأ نقطع بقية الأسنان. هنعمل سيركولار باترن بالشكل ده، نختار الـ HD ونختار فيتشر الجزء ده، وهنا نختار عدد الأسنان N، ندوس أوكي، فنلاقيه هو قطع لي وعمل لي عدد الأسنان بتاعتي المطلوب. طبعا ده رايت أنجل، احنا عايزين لواحد مثلا ليفت أنجل، فنبدأ نروح لهنا للسبايرال نقول له مثلا خليك كاونتر كلوكوايز، هيدينا واحد ليفت. كيف احنا زي ما احنا عايزين ليفت، عايزين رايت زي ما احنا عايزين. ممكن نيجي هنا نكرر كمان التلاتة دول ونعمل كونفيجريشن زي ما اتفقنا، هنعمل واحد ليفت ونعمل واحد رايت. طيب تعال نعمل اسمبلي عشان نشوف الحركة كده ظروفها ايه. ماشي، فايل نحفظ ده نسميه جير واحد، ونحفظ منه نسخة تانية نسميها جير اتنين، بحيث ان واحد يبقى رايت واحد يبقى ليفت. اوكي، نخلي ده الليفت. هنا احنا عندنا ترسين، نبدأ نعمل اسمبلي. We can draw assembly from part. ندوس اوكي، تمام، نعمل فلوت، نظهر السنترا، خلي ده مع الفرونت، المقدمة نخليه مع الفرونت، ونسندنت، ونخلي الاكس بتاعه مع الاوريجين. اوكي، يبقى كده هو ايه بيقدر يلف معانا. ننزل الترس التاني اللي هو جير واحد. اوكي،
ماشي، نحط الاثنين في وش بعض بالشكل ده. ماشي، نخلي الاكسس ده على محور على الرايت بلين بحيث انهم يبقوا فوق بعض. نظهر بقى السيركلز بتاعت الرسم، نعمل شو هنا. شو كمان هنا. بعد كده نعمل تانجنت ما بين البيتش سيركل ديامتر هنا والبيتش سيركل ديامتر هنا. كده الاثنين دول تانجنت. ممكن ده نقربه بقى مانيوال بالشكل ده كده. طبعا لو لاحظنا ان ده الاسنان كلها ماشيه مع بعض ما فيهاش اي مشكله. في نعمل سكتش للترس الثاني، حتى لو نقطة هنا. نبدأ نشيل بقى الميتس بتاعت الجزء الرايت لاندا والتانجنت، بحيث ان انا هنخلي الترس التاني ده حر، وبعدين نربط ما بين نقطة السكتش والاكسس بتاعه. اوكي، كده يبقى ده حر ان هو يلف في مكانه، وده كمان حر ان هو يلف في مكانه. نبدأ نعمل بينهم جير ميت، نختار ما بين النقطة الخط ده مع الخط ده. اوكي، طيب اعمل هايد، ابدا احرك واشوف. طبعا زي ما احنا شايفين كده الدنيا سموز جدا، حركة سموز والاسنان كلها متداخلة مع بعض من غير اي مشكلة. برضه نفس الكلام، لو انا حبيت اروح للترس ده واغير اسنانه فانا اخليه 30 سنة مثلا. تمام، يبقى ده الترس بتاعنا. نرجع تاني للاسمبلي، عايزين نرجع نظبطه من تاني. بنوقف الكونسندن، ونوقف الجير ميت، ونرجع كمان نرجع دول. فنلاقي ظبط، نظبط السن، نوقف دول مرة تانية ونرجع دول. شو نجرب، نلاقي الدنيا تمام. بس كده نكون انهينا الجزء ده من الهيليكال جير.